النهاردة هنبقى لينا بقى قعدة طويلة بمناسبة إن إحنا قربنا نخلص السنة بتاعت 2021، وهيبقى محور كلامنا على الموضوع اللي هو شغلنا بقاله فترة طويلة، وهو نعمل صمام ولا نعمل منظار. طبعا السنة دي إحنا بدأنا الجراحة الجديدة اللي هي جراحة المنظار زي الكي الحنفية، وحتى الآن تقريبا عدينا 60 حالة، منهم يعني في 40 حالة الحمد لله نجحت كويسين، و20 حالة نجحت لفترة وبعدين حصل فشل ورجعنا للصمام تاني. فاحنا عايزين نقيم اللي تم السنة دي ونشوف ايه الخطة بإذن الله للسنة الجاية. قبل ما نتكلم احنا ليه بنستميت كده وبنحاول ان احنا نهرب من الصمام بأي وسيلة، تعالوا الأول نشوف ايه مشكلة الصمام. هي الصمام مشكلته مش في ان هو بيتسد، 50% في اول سنة نص الحالات بتبوظ بنشوفهم كل يوم، ولا ان الالتهاب في الصمام بيبقى قاتل. يعني لو حصل التهاب في الصمام غالبا لو ما تلحقش بسرعة جدا واتخذ معاه اجراءات عنيفة جدا غالبا مستقبل الطفل انتهى، ولا ان هو بيفضل كل شوية يحصل نزيف او انسداد او بعد كده في العمر الطويل، لدرجة ان عند عمر 10 سنين واحد بس من كل 5 ركبوا صمام بيكون سليم، والباقي بيبقى عندهم عمل عملية أو أكتر، وبيكون سليم برضه بس بيكون عمل عملية أو أكتر. كل دي مش مشكلة. اللي أنا لاحظته من خلال خبرتي الطويلة في موضوع الصمامات ده، يعني أنا شغال فيه من سنة 87 أو 88 وأنا نايب، يعني عدينا تقريبا 35 سنة عمري كله راح في الصمامات ومشاكلها. الخوف، المشكلة الرئيسية في الصمام هو الخوف مش المشاكل، المشاكل معظمها بيتحل وقليل منها ما بيتحلش، لكن الخوف اللي مركب صمام بيبقى دايما اهله عايشين في خوف، حاسين ان في جسم غريب بيهدد سلامه ابنهم. انا لاحظت ان دي اكبر مشكله عند بتاع الصمام، علشان كده بعض الاهل بيجي يقول لي شيل الصمام باي وسيله، لان اصبح تهديد لابنه اللي هو يعني اجمل حاجه في حياته. عشان كده المنظار قيمته الحقيقيه في ان هو بيضيع الخوف، لو نجح الطفل بيعيش طبيعي من غير صمام والخوف ده بيروح. ده اللي خلى الناس كلها بتحاول تلاقي اي وسيله بديله عن الصمام. وفي التسعينات اتبرز بقى المنظار كحل مشرق جدا جدا ومبشر. احنا علاقتنا بالمنظار مرت بثلاث مراحل. اول مرحله كانت في التسعينات. في التسعينات كان بدايه ظهور جراحه المنظار، وده نتيجه تطوير التكنولوجي بتاعت التصنيع، فبدانا نعمل انبوبه رفيعه جدا تقدر توصل لغاية أعماق المخ ونقدر نعمل منها عمليات عن طريق آلات دقيقة ورفيعة خالص. وإحنا كنا فاكرين الموضوع بسيط، يعني مجرد نعمل ثقب في قاع المخ دورة المية هتشتغل ونخلص من المشاكل كلها. لكن طبعا إحنا صدمنا لما بدأنا نشتغل سنة 98، بدأنا نعمل عمليات المنظار اللي هي بالطريقة البسيطة التقليدية اللي هو مجرد فتحة في قاع الجمجمة أو في قاع المخ، يعني فوجئنا بان الفشل عالي جدا جدا جدا، وبيوصل لغايه مثلا الفشل 95%، يعني من كل 20 واحد كنا بنعملهم واحد بس كان بينجح، وده سبب لنا خيبه امل كبيره واحباط شديد جدا، لان مش بس الفشل ده بيزعل الاهل، ولكن كمان ممكن يؤدي الى ان السائل النخاعي يخرج من الجرح ويعرض الطفل لالتهابات ومشاكل كبيره، فلقينا ان احنا بنضر الاطفال بدل ما نفيدهم. وبالتالي على سنه 2003-2004 بعد ما كانت الاوساط العلميه كانت بتؤيد بشده المناظير وكده، بدات تظهر الارقام واصبح في اجماع عالمي على ان المنظار مش هو الطريقه المناسبه للاطفال الصغيرين. فدي كانت المرحله الاولى احنا عدينا منها. حاولنا نعمل اضافات كتير اثناء الجراحه، ان احنا نركب قسطره خارجيه من فوق قسطره خارجيه من تحت، نعمل غسيل، نعمل تصريف، برضه مفيش فايده، النجاح كان ضعيف جدا جدا. المرحلة الثانية في جراحة المنظار هو ان احنا نعمل الفتحة دي ونقفل الحنفية، وده الاجراء اللي انا بدأت اعمله السنة دي بعد تردد. ليه تردد؟ لان كانت ارقام النجاح كانت حوالي مثلا 30% بالطريقة الجديدة. يبقى الطريقة الجديدة بتعتمد على حاجتين، ان انا اولا بعمل فتحة احاول اوصل المية للبلاعة بتاعت المخ، واقفل الحنفية بنسبة كبيرة بحيث اقلل التحميل على البلاعة، وبالتالي ممكن نوصل لمعادلة نتائجها معقولة. أول واحد عمل الحكاية دي كان دكتور في أستراليا سنة 94، من زمان جدا،
وكان عمل عدد كبير من الحالات، حوالي 250 حالة، وبس النجاح كان عنده حوالي 30% أو 32%. وبعدين نظرا لأن حالة من كل ثلاثة بيرجع تاني للصمام، فده ما كانش مشجع. وبالتالي تدريجيا الناس كلها أهملت موضوع كي الحنفية ده لعدة أسباب. أولا هي جراحة طويلة وصعبة على الجراح، متعبة جدا جدا، وساعات بيحصل نزيف بيخلي الرؤية صعبة، والعملية نفسها بتبقى شاقة جدا، فده اللي خلى الموضوع ما يبقاش له شعبية كبيرة. وبعدين يعني الأهل يعني ما يلاقي نجاح 30% بيتردد. طيب احنا ايه اللي شجعنا ان احنا نبدا في المحاوله؟ حاجتين. اولا بدا وجود الات تسمح ان احنا نعمل كي الحنفيه بصوره اسهل واكثر امنا، وجبناهم فعلا في مصر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان بدا في جماعه بتوع بوسطن نتائجهم ظهرت، وظهروا نتائج افضل شويه من 30 دي، وصلت حوالي 60 او 70%. ده اللي شجعنا ان احنا نبدا في محاوله استبدال الصمام بالمنظار وكي الحنفيه. يبقى دي كانت المرحلة الثانية من جراحة المنظار، وده اللي أنا بدأته السنة دي. عملنا حوالي 60 حالة، نجاح مش بطال، 40 من 60 ده رقم مش بطال، يعني في 20 أو 25 فشلوا وركبنا لهم صمام، والحمد لله ما حدش أصيب أو بضرر أو حاجة. لكن في 40 دلوقتي أحرار، يعني السنة دي في 40 طفل بدون أي صمام خالص، ومكملين حياتهم بإذن الله بدون صمام كطفل طبيعي. مفيش بقى خوف، مفيش تهديد، مفيش 3 4 عمليات كل 10 سنين، وده حقيقة إنجاز كبير جدا. أنا شايف إن هو إنجاز كبير. طيب إيه بقى المرحلة الثالثة؟ طبعا إحنا الجماعة اللي هم الجراحة فيهم فشلت، اللي هم حوالي 20 أو 25 واحد، طبعا كانوا زعلانين جدا على ابنهم وعلى النفقات، وأنا كمان زعلان على تعبي، لأن الجراحة متعبة إلى أقصى درجة. أنتوا مش متصورين استخدام المنظار بالآلات الرفيعة دي بيبقى صعب إزاي ودقيق، وأنت أصلا في مكان حساس، والشغل لازم بحساب دقيق جدا. ساعات بيحصل الحنفية نفسها ساعات بتخر دم، فبتخلي الرؤية ضعيفة جدا، والجراحة نفسها صعبة وعايزة صبر طويل عشان نقدر ننجزها. فبالنسبة لنا كلنا، أنا والأسرة، بنبقى محبطين. هما أملهم ضاع إن كان ابنهم يعيش من غير صمام، وأنا ببقى حزين شوية على التعب الكبير أوي اللي أنا بذلته في الجراحة، وبرضه النفقات لأنها جراحة مكلفة، بيبقوا زعلانين أوي على المبلغ اللي هما دفعوه. كل ده مفهوم. ده دفعنا بقى إن إحنا نعمل إيه؟ نخش على المرحلة التالتة. إحنا بدأنا المرحلة التالتة دي من حوالي شهرين تقريبا، إن إحنا نعمل، فكرنا إن إحنا ليه ال 20% أو ليه ال 30% دول بيفشلوا؟ فاللي انا لاحظته ان الفشل ما بيبقاش مباشر، يعني بعد الجراحه بيبقى الطفل كويس، ولكن بعد الجراحه باسبوع اسبوعين ثلاثه، زي ما انا قلت قبل كده في الفيديوهات، الفشل بيبقى على يومين او اسبوعين او شهرين، بيبتدي يحصل تدريجيا ارتفاع في ضغط المخ، بما يفيد ان البلاعه باظت. وانا شرحت قبل كده ان البلاعه دي نجاح، يعني بقائها بتعمل، ده مهم جدا لنجاح الجراحه. والفشل بيبقى نتيجه ان البلاعه بتفقد وظيفتها تماما. فبدأنا نفكر في ان ليه البلاعه بتبوظ خلال شهرين. فاحنا بعد الجراحه بيبقى السائل بتاع المخ مليان بقى مخلفات الجراحه، بروتينات ودم وانسجه محروقه وحاجات كتير جدا. فبدأ يجيلنا خاطر ان هو قد يكون ده السبب في ان البلاعه باظت. وبدأنا نخش على المرحله الثالثه اللي بدأناها تقريبا من شهرين. المرحله الثالثه بقى تشمل ايه؟ كذا حاجه، يعني بنعمل الفتحه، وبعدين بنقفل الحنفيتين اليمين والشمال بتوع المخ، وبعدين بنركب اساطر تسمح ان انا اعمل دوره غسيل، ادخل محلول رينجر معقم بكميات كبيره جدا، ولو انبوبه تانية تخرج الميه، نعمل زي دوره غسيل ننظف كل البقايا بتاعه الجراحه. وبالفعل بدانا فعلا بالحكايه دي، وعملنا حتى الان 4 حالات، والحمد لله كلهم نجحوا، يعني النجاح وصل الى 100%. الله اعلم بقى هل النجاح يفضل 100% كده في الحالات اللي جايه، وهل هيستمر اصلا في الـ4 اللي انا عملتهم. كل ده احنا بنحاول ان احنا نتابعه بدقه شديده علشان تبقى المعلومات واضحه قدام المريض وهو بيختار القرار بتاعه. لكن حتى الان يبدو ان الطريقه دي ممكن تبقى هي الحل لنسبه الفشل اللي هي 20 او 30% اللي بتحصل بعد الجراحه الثالثه. يبقى احنا للتلخيص، تعالوا بقى نلخص الفيديو بتاعنا. يبقى احنا دلوقتي اتفقنا ان ازاله الصمام هيفضل حلم. انت مش هتحس بالقصه دي غير لو ابنك عنده صمام، لان انت اي وقت يجيله صداع هتخف. ليه؟ لان احيانا الصمام لما بيتسد بيموت. الاحصائيات بتقول ان من كل 100 طفل مركب صمام، مع الاسف في طفل هيموت كل سنه. لان ساعات السده بتبقى مفاجاه وسريعه، او انت بعيد عن مكان فيه خدمات طبيه كويسه فما تلحقش تروح للدكتور. وبالتالي اللي بيركب صمام اهله بيعيشوا في خوف دائم. هو صحيح نظريا واحصائيا الوفاه 1% بس كل سنه،
لكن مين يضمن ان هو يكونش ابني مثلا؟ وبالتالي التخلص من السموم لازم يفضل مسؤولية علينا كأطباء وعلماء، ان احنا ندور على وسيلة ان انا اوصل لنجاح 100%، مش 30 ولا 60 ولا 80 حتى، نحاول نوصل 100، وده اللي بنحاول نعمله. رحلة طويلة، انا بدأت مع المناظير سنة 97، يعني بقى لنا دلوقتي 25 سنة، وكلها محاولات ان احنا نخليه ينجح، واعتقد ان احنا قربنا بالطريقة الجديدة الثالثة دي. اعتقد الفرص النجاح بدأت تعلى وتزيد، ونأمل بإذن الله انها تبقى نجاحها كويس. يبقى تعالوا بقى نراجع، احنا قلنا ان الصمام يمثل اكبر حاجة فيه الخوف. لما بتحط صمام بتحط معاه خوف في العيلة كلها، يفضلوا خايفين عليه بقية عمره. طبعا غير البنات، يعني البنات لما يبقى عندها صمام بيجي وقت الجواز، طبعا ده بيعمل لها بعض المشاكل، يعني ممكن بعض الناس ما تتقبلش موضوع الصمام ده، وبالتالي الخلاص من الصمام حلم لينا كلنا. وبالتالي كان المنظار هو ظهر الامل، ومرينا بثلاث مراحل. المرحله الاولى كان مجرد بنعمل فتحه، ولقينا طبعا ده مش كافي خالص، لان البلاعه بتاعه المخ بتكون ضعيفه في الاطفال وما بتشتغلش. وبعدين المرحله الثانيه لما بدانا نقفل الحنفيتين مع الفتحه، بحيث ان انا اقلل العبء على البلاعه، وده رفع الفشل من 5% لحوالي 60 او 70%، وشجعنا ان احنا نبدا الجراحه. بعدين دخلنا بقى في المرحله الثالثه اللي هي بدات حديثا جدا، وهنتابعها بدقه شديده ونشوف هيحصل ايه. والحمد لله حتى الان النجاح وصل الى طبعا 100%، لكن طبعا 100% ده على مدار شهرين واربع حالات بس. لكن طبعا زي ما انتم عارفين في الحاجات العلميه لازم ارقام كبيره وفترات طويله من المتابعه، لكن ده بيدي امل ان قد يكون النجاح ممكن يكون افضل شويه من الحالات السابقه. يبقى ده كان ملخص سريع في نهايه سنه 2021 عن احنا وصلنا لفين النهارده بالنسبه لجراحه المنظار، وهل ممكن نشيل الصمام ونستبدله بالمنظار بنجاح؟ يبدو ذلك. هنتابع ان شاء الله السنه الجايه، هنكمل الشغل بتاعنا، وهنحاول ان شاء الله ان احنا نكمل المسيره بتاعتنا. احنا الصمام بالنسبه لنا وجوده تحدي وتهديد، وامل كل اسره انها تشيل الصمام بتاعها، واحنا ان شاء الله باذن الله هنستمر في البحث والتطوير، بحيث ان احنا ان شاء الله نوصل ل 100% نجاح او قريب من 100% باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله السنه الجايه تكون عندنا اخبار اجمل بالنسبه للاطفال اللي عندهم ميه، ونحل مشكله الصمام دي نهائيا باذن الله. شكرا.